مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. برحب بك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، مرة أخرى في برنامجك حياتك في قصة. وفي البداية بشكر ربنا لأجل كل الناس اللي بيتواصلوا معانا، سواء عن طريق رسائل SMS أو بالتليفون أو عن طريق البريد العادي. كم كبير بيجينا من الرسائل، بنقدر كل رسالة بتوصل، أو عن طريق موقعنا، موقع حياتك في قصة www.livestorytv.com. تقدر أنت على الموقع تحمل كل البرامج اللي فاتتك قبل كده وكمان اللي هتسمعها، فزوروا موقعنا. من ضمن الناس اللي كتبوا، مشاهدين اللي كتبوا تعليقاتهم، بشكر رب لأجل رشدي من فلسطين. كتب بيقول: أصلي إلى الله أن يبارككم ويبارك خدمتكم ويحرر كل النفوس. أصلي بشكل خاص لأجل سلام العراق، وإحنا بنشاركك، وبجد عزيزي رشدي بنصلي لأجل العراق وسلام العراق، وأن يعم السلام في كل العراق بل في كل العالم. نعم، نصلي لأجل سلام العراق وسلام العالم، ونتذكر أنه عند ميلاد ربنا يسوع المسيح ترنمت الملائكة قائلة: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. هذا ما نصليه، أن يمتلئ الجميع من سلام الله. قصتنا النهاردة بعنوان الكونتس وخادمتها. كونتس يعني زي أميرة أو إنسانة شريفة، يعني من العيلة المالكة. أثناء الثورة الفرنسية اللي هي كانت من سنة 1789 ل 1799، استمرت حوالي 10 سنين الثورة الفرنسية، وكانت تعقد محاكمات سريعة لمحاكمة بعض المتهمين، من ضمنهم واحدة أميرة، واحدة كونتس اسمها لابياني. الكونتس لابياني قبضوا عليها هي والخدامة بتاعتها ورموها، وحكموا ليها، رموها طبعا في السجن، وعقدوا ليها محاكمة سريعة، حكموا بإعدامها. وكانت هي حزينة جدا وهي في الأوضة منتظرة حكم الإعدام، والخدامة بتاعتها الخادمة قعدت تطمنها. من كتر التعب والإعياء والبكاء والرعب والخوف من الموت، نامت الكونتس لابياني، نامت ومعرفتش نفسها نامت كام، صحيت ما لقيتش الخدامة جنبها. وفجأة جه الضابط وقال لها: خلاص أيها الخادمة، بيكلم الكونتس، امضي بسلام، لقد أعدمنا سيدتك. بتبص تأكدت أن الخدامة مش موجودة، وطلعت برة. وفهمت الكونتس لابياني إيه اللي حصل، ان خدمتها الخدامه قامت بقصه فداء عجيبه، لبست الملابس اللي كانت جايباها معاها بدل الكونتس، فاعتقدوها ان هي الاميره واعدموها، وطلعت الاميره بسلام. يعني الخدامه او العبده ماتت في قصه فداء عجيب لاجل سيدتها. هذه قصتنا في هذه الحلقه اللي ارجو انك تستمتع بيها معايا عزيزي المشاهد، اختي المشاهده، وأنت تتأمل كيف تم هذا الفداء. مين منا ممكن يموت علشان إنسان آخر؟ هذا ما فعلتها الخادمة لأجل سيدتها الكونتس لابياني. ابقى معي بعد هذه الترنيمة الحلوة مع المرنم اللي أنا بحبه بجد، دافئ الصوت منير حبيب. ابقى معي بعد الترنيمة، سنواصل التأمل معا في قصة الكونتس وخادمتها. بحر محبة الفادي لا يحد، متسع الأرجاء، في طوله وعمقه سرمدي وماله استقصاء. قد فاق حبه، قد زاد فضله، إذ جعلني
هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح، وترنمت شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، للحبيب للحبيب من فداني بالصليب. في موته تلاقى على الصليب البر والسلام، بنصرة القيامة شمس أضاء فلشت الظلام. قد فاق حبه، قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح، وترنمت شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، للحبيب للحبيب من فداني بالصليب. بلطفه العجيب سبى فؤادي، أزل حمآتي، أضحى كذا مجني ترس خلاصي، ينبوع نصراتي. قد فاق حبه، قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح، وترنمت شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، كل مالي في الحياة، كل عمري للممات، للحبيب للحبيب من فداني بالصليب، من فداني بالصليب. بحر محبة الفادي. سمعنا من منير حبيب هذه الترنيمة اللي فيها مؤلفها بيشبه محبة ربنا بالبحر الكبير، وفي الواقع هي أعظم من البحر، لأنه المسيح لما حاول يتكلم لينا عن المحبة قال هكذا أحب الله العالم، يعني حتى ما شبههاش بالبحر لأنها أعظم من كل المحيطات. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قصتنا النهاردة بعنوان الكونتس وخادمتها، كيف ماتت الخدامة أو الخادمة أو العبدة طوعا لأجل سيدتها، وطلعت الكونتس بسلام لأن الخدامة خدت لبسها وقالت إن أنا هي، وماتت الخدامة وعاشت السيدة. قصة فداء روعة، تحس قد إيه الخدامة دي حبت سيدتها وماتت لأجلها. لكني عزيز المشاهد، أختي المشاهدة، أريد أن أشاركك بقصة أعجب جدا ليتك تصدقها. هي قصة ما تصدقش، مكتوب عنها هذه القصة اللي أنا بشاركك بيها في سفر أشعياء العهد القديم أصحاح 53. من صدق خبرنا؟ مين يصدق؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إيه الحكاية؟ مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. خدامة ماتت لأجل السيدة بتاعتها، لكن عندي قصة أعجب، إن الإله العظيم، أنا عارف إن صعب التصديق بس هذا ما تم، ياخد صورة إنسان ويموت لأجل العبيد، هل تصدق؟ قال المسيح في إنجيل يوحنا: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، دعني أشاركك بهذه الكلمات من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في روميا أصحاح 5. اسمع بيقول إيه، عدد 6: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. اسمع،
لكن الله بين محبته لنا. سامع؟ الله بين يعني هي موجودة جوه قلبه بس بانت اهي. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. يذكر حوالي 5 أوصاف لكل إنسان بعيد عن المسيح حتى لو كان متدين ظاهريا: إنه ضعيف ما يقدرش يخلص نفسه، إنه فاجر أحيانا بيعمل خطية وعارف ربنا غضبان، إنه خاطي، إنه ابن الغضب، ثم إنه ميت بالذنوب والخطايا. 5 أوصاف لكل إنسان لم يختبر حب الله. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أنا وإنت مخلوقين علشان نحب ونتحب. حتى في باحث اجتماعي شهير أكيد تسمع عنه اسمه ماثلو، عمل هرم كده احتياجات الإنسان 5 الأساسية. في قاع الهرم ماثلو قال أي إنسان يحتاج، أي إنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه، إنسان أهم حاجة يحتاج أن يحب ويحتاج أن يشعر أنه محبوب، يحب ويتحب. وبعيد عن حب ربنا هتلاقي حب فين؟ هتقول حبي حب أمي. طبعا حب الأم جميل، بس أحيانا الأم بتنسى ابنها. الكتاب قال حب مراتي جميل، بس مرات الزوجة ما بتكونش حبها كامل لزوجها أو الزوج لمراته. لكن الله، هل تصدق؟ ما أحلى كلمة الله. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. قصتنا النهاردة بتحكي عن خدامة، عبدة خدامة ماتت لأجل سيدتها. لكن القصة الأجمل إن الإله العظيم خد صورة إنسان، مكتوب عن المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. حب عجيب عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد ومات لأجلي ولأجلك. قصة حب، هل تمتعت بيها؟ تقول لي طب أتمتع بيها إزاي؟ فقط قل له يا رب أنا ما استاهلش إنك تحبني. هاخد عبارة قالها القديس العظيم أغسطينوس، قال يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. قل له يا رب أنا بجد مندهش من حبك يا رب. ما حب تحبني وأنا فاجر، تحبني وأنا ميت، تحبني وأنا ضعيف، تحبني وأنا خاطي، تحبني وأنا عدو. أنا بقبلك يا رب، أنا بسلمك حياتي، أنا يا رب محبتك بتغمرني وبتغيرني من خطاياي، تعالى اديني قلب جديد. عزيزي المشاهد، إن أرسلت إلي سأرسل لك هدية مجانية، كتاب حياتك في قصة. كتاب حياتك في قصة سلسلة من الكتيبات سأرسلها لك بالتتابع إن أرسلت إلي. وسيرسل لك أيضا المرنم الحلو هدية مجانية منير حبيب سي دي حياتك في قصة. لا تتوانى، ارسل إلينا، أو يمكنك أيضا أن تراسلنا عن طريق موقعنا على الإنترنت. وفي الموقع كمان تقدر تكتب لنا قصة حياتك أو تشاركنا بأخبارك أو أراءك، وإحنا بنقدر كل رسالة بتيجي لنا. أتمنى أن تكون اندهشت معي وأثرت محبة المسيح قلبك. اسمع ماذا يقول الكتاب: محبة المسيح تحصرنا، يعني مسيطرة علي، وأرجو أنها تكون مسيطرة عليك. سأتركك في محبة المسيح العجيبة إلى حلقة قادمة مع برنامجك حياتك في قصة. خدامة ماتت لأجل السيدة بتاعتها، لكن عندي قصة أعجب، إن الإله العظيم ياخد صورة إنسان ويموت لأجل العبيد. في موته تلاقى على الصليب قلب الرسالة، بنصرة القيامة شمس أضاء فلشت الظلام. قد فاق حبه، قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح.